بشرت لجنة تطبيع الأوضاع بمحافظة مارب اليوم عملها الميداني في مديرية حريب، والتقت بقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في المديرية، واطلعت على الجهود الجارية لتطبيع الحياة العامة في مختلف القطاعات والمجالات. وخلال اللقاء استمعت اللجنة من قيادة السلطة المحلية ومدراء إدارات المكاتب التنفيذية في مديرية حريب، استمعت إلى تقارير موجزة عن مجمل الأوضاع في المديرية بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى الأفضل. وشددت اللجنة على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية للتغلب على الصعاب والتحديات الماثرة أمام جهود إعادة تطبيع الحياة العامة في مديرية حريب، وتجاوز آثار المرحلة السوداء والتي عاشتها المديرية في ظل سيطرة الميليشيا الكهنوتية قبل تحريرها. وأكدت حرص المحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة على إعادة الحياة الطبيعية إلى مديرية حريب، وتوجيهاته الصريحة لكل المكاتب التنفيذية بسرعة توفير احتياجات أبناء المديرية والنازحين فيها من المواد التموينية الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع قرى ومناطق وعزل المديرية دون انقطاع، وتشغيل مستشفى حريب وكل المنشآت الصحية في المديرية بكامل طاقتها الاستيعابية، واستئناف العملية التعليمية في أقرب وقت ممكن. نقول لكم في البداية تحية الأخ محافظ المحافظة واهتمامه وتوجيهاته إلى أن تستنفر المكاتب المختلفة يعني طاقتها لتصبح خلية عمل وليست يعني خلية كلام. لابد من استئناف النشاط، ولابد أن تعود الأنشطة الصحية والتربوية ومختلف الخدمات تسود في هذه المنطقة، ولابد أيضا من تشمير الجهود لتعويض ما فات في المرحلة الماضية إن شاء الله. ونرحب بالأخوة المدراء الواصلين إلينا، مرحبا بهم وأهلا وسهلا. وهنا نريد أن نري الحوثي أن الشرعية حياة بدل الموت، هي دين ودولة وقيم وأسلاف وأعراف نفتخر بها، وقيمة كل يمني موجودا عند الشرعية. الحمد لله تم إعادة خدمة الهاتف الثابت مع الانترنت وخدمة يمن موبايل، ولم يتبقى معنا إلا الأجزاء الشمالية الذي هي منطقة جرادة وشرق. بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة يعطينا تقرير اللي هو فريق مسام عن نزع الألغام في لصاد، وتعاد الخدمة بإذن الله تعالى. نقول أهلا وسهلا بكم جميعا إلى منطقتكم وإلى بلادكم وإلى أهلكم وبين أصحابكم.